حيث أكدت محكمة العدل الدولية على حق الفلسطينيين بقطاع غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية. وخلال جلسة للبت في إجراءات مؤقتة بشأن دعوى الإبادة الجماعية ضد إسرائيل، أوضحت محكمة العدل الدولية أن على إسرائيل اتخاذ جميع الإجراءات المنصوص عليها لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة، ورفع تقرير للمحكمة بشأن كل التدابير المؤقتة المفروضة خلال شهر. كما أشارت محكمة العدل الدولية إلى أن لديها صلاحية للحكم بإجراءات طارئة في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل، مضيفة أن لجنوب إفريقيا الحق في رفع الدعوى ولا يمكن قبول طلب إسرائيل بردها. ينضم إلينا من لاهاي سلامة عطا الله مراسل الغد. سلامة، ما ردود الفعل بعد أن أصدرت المحكمة قرارها؟ ثمة من يعتبر أن قرار المحكمة انتصار للرواية الفلسطينية والقضية الفلسطينية، وثمة من يعتبر الأمر على عكس ذلك تماما. المحكمة قررت بعض الشروط التقييدية وقالت لإسرائيل لا تقتلي، اسمحي بدخول المساعدات الإنسانية، يجب حماية المدنيين، يجب التحقيق ومعاقبة المسؤولين الإسرائيليين الذين يحرضون على قتل المدنيين الفلسطينيين، وطالبت من إسرائيل أن تقدم للمحكمة تقريرا حول الضمانات التي يفترض أن يلتزم بها الجيش الإسرائيلي لكي لا يرتكب جرائم حرب أو جرائم إبادة بحق المدنيين الفلسطينيين. وقالت المحكمة بأن للفلسطينيين حق في الحماية الدولية من الإبادة الجماعية، لكن المحكمة تجنبت الدعوة، دعوة إسرائيل لوقف إطلاق النار، وطالبت أن تقدم التقارير خلال شهرين، وهذا يعني أن إسرائيل يمكن أن تتهرب ويمكن أن تخترع قصصا من البداية كما فعلت قبل يومين، وقدمت للمحكمة ما قالت بأنه أدلة سرية تؤكد بأن المستوى السياسي الإسرائيلي أمر المستوى العسكري بتجنب قتل المدنيين. لذلك ثمت بالفعل يعني انقسام عميق في تقييم خلاصات هذه المحكمة التي لم تستجب للمطلب الأساسي من جنوب إفريقيا بالوقف الفوري وتعليق العمليات العسكرية ريثما تنتهي المحاكمة. هذه هي الانقسامات. الآن هناك المئات من المتضامنين الفلسطينيين وغير الفلسطينيين يقفون أمام محكمة العدل الدولية، وفي المقابل أيضا المئات من الإسرائيليين الذين يتابعون مجريات هذه المحاكمة، وليس هناك انطباعا موحدا، الناس مختلفين في تقييم ما يحدث. ثمة من يقول ليس مطلوب من المحكمة أن تأمر إسرائيل، والبعض الآخر يقول بأن المحكمة حاولت أن تتجاوز هذا الطلب الأساسي وأن تصيغ القرار بصياغة لغوية فضفاضة لا يؤدي إلى نتيجة فورية كما هو مطلوب. انقسامات حقيقة في المزاج، انقسامات في التحليل، انقسامات في التصور، لكن الأكيد أن المحكمة لم تطلب من إسرائيل وقف إطلاق النار. نعم، كان معنا وما زال معنا السيد بول مورقس، وهو خبير في القانون الدولي، وتحدث على أن منع الإبادة الجماعية أشمل من فكرة وقف إطلاق النار. منع الإبادة الجماعية، كيف تمنع الإبادة الجماعية؟ وقف إطلاق النار. إذا كانت هناك شبهات بأن الجيش الإسرائيلي يرتكب إبادة جماعية، وكما قالت المحكمة أن هناك نازحين بمئات الألاف، وأن القطاع الصحي والقطاع التعليمي والأمومة والرضع والخدج، وذكرت وكأنها تتحدث عن تقرير إعلامي وأقرت بذلك، ولكن في النهاية ما قيمة كل ذلك حسب ما تحدثت مع بعض القانونيين الموجودين والذين يتابعون عن كثب هذه المجريات؟ ما قيمة كل هذا الإقرار بأن كل هذا يحدث ولم تلزم إسرائيل بالوقف الفوري أو تعليق العمليات العسكرية فورا بعد أكثر من 25 ألف شهيد في قطاع غزة؟ هذا هو السؤال، متى يمكن أن تلتزم إسرائيل؟ والكرة في ملعب إسرائيل، على إسرائيل أن تراقب نفسها وأن تقدم للمحكمة تقريرها، وبعد ذلك يمكن أن يقول. فإذا كان كما يقول القانونيون، إذا كانت المحكمة جادة فعليها أن توقف الآن أو أن تلزم إسرائيل بالتعليق الفوري للعمليات العسكرية، لا أن تطلب منها تقارير بأنها التزمت بالقوانين الدولية وبقوانين الحرب وما إلى ذلك. هذا يعني أننا لازلنا أمام
أسابيع طويلة ربما ريثما يعني تترجم أو تترجم هذه القرارات إلى تقييد حقيقي أمام إسرائيل. حاليا بالسرعة المطلوبة لم يحدث ولم يحسم.